نتحدث أيضا في هذا الموضوع وحول حركة البورصة المصرية مع ضيفنا الآن من القاهرة، عضو مجلس إدارة البورصة ومدير قسم البحوث في شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أستاذ إيهاب سعيد. أهلا بك معنا عبر سكاي نيوز عربية. أستاذ إيهاب، كما سبق وتحدثت مع أستاذ أحمد كوجك، نتحدث معكم الآن عن برنامج الطروحات الحكومية، دخول حيز التنفيذ الربع الأخير من هذا العام، إلى أي حد كفترة زمنية قادرة على استيعاب عدد الشركات المنوي طرح حصص جديدة منها، والمزاحمة أيضا مع القطاع الخاص بهذا الإطار كيف تصفونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو يمكن هذا البرنامج دخل حيز التنفيذ منذ الإعلان من المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الشركات أو عودة برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة. الحيز التنفيذ ده زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا بقالنا سنتين تقريبا دلوقتي الموضوع يعني ما هو إلا مجرد تصريحات تصريحات تصريحات، لكن خطوات نهائية بالطرح الفعلي ما شفناش. طبعا في النهاردة تقدم مما لا شك فيه أنه هو إسناد الطرح لإحدى الشركات الكبرى في مجال الترويج الاكتتابات، واللي كان ليها سوابق طبعا مع الحكومة في السابق في شركات منذ 13 عام حققت نجاح جيد جدا، وبالتالي كان الطبيعي انها مع تقديمها للعرض ده انه يتم الاسناد لهذه الشركه. وهنا برضو نحب نوضح نقطه مهمه، لان البعض متخوف من الاكتتابات اللي قامت بها هذه الشركه في السابق، واللي الحقيقه تكبد بسببها المستثمرين خسائر كبيره فيما بعد. هناك فارق كبير ما بين اكتتاب القطاع الخاص واكتتاب القطاع الحكومي، لان هناك لجنه لتسعير الاسهم اللي موجوده في القطاع الحكومي اللي المفترض انها تطرح في البورصه. الشركة الترويج ما بتكونش هي المقيم، ممكن يكون رأيها استشاري، لكن المقيم الحقيقي هي اللجنة المشكلة اللي لها هذا الدور. بالإضافة إلى أن الشركات اللي هتبتدي بها الدولة هي شركات في الأصل موجودة ومقيمة في السوق، يعني هي كل الحكاية أن الحصة بتاعتها هتزيد في السوق، وبالتالي ده ممكن يبقى فيه صعوبة شوية في عملية الطرح والترويج نتيجة ان فيه سهم اصلا موجود في البورصة، وعلى هذا من الغالب يعني او في الغالب انه هيكون ده هيتم بالتنسيق مع بعض المؤسسات والجهات اللي هتدخل تغطي هذا الطرح او هذه النسبة من الشركة مباشرة قبل ما يتم طرحها في البورصة. والحقيقة ما هواش ده اللي احنا كنا منتظرينه من الدولة، احنا كنا منتظرين اكتتابات أولية، وكنا نأمل ان البداية تكون في شركات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، لان هي دي اللي ممكن تجذب سيولة وهي دي اللي ممكن تجذب شريحة جديدة. وعلى هذا التوقيت اللي أشار ليه نائب وزير المالية في حواره مع حضرتك، التوقيت أعتقد انه كان ملائم في السابق، لكن في الوقت الحالي مش ملائم لهذه النوعية تحديدا من الطروحات، لكنه قد يكون ملائم لشركات الطروحات الأولية، مش النوعية دي اللي هي زيادات الحصص اللي موجودة في السوق، لأن زي ما قلنا مش من المتوقع أن هي تجذب سيولة جديدة. لننتقل إلى حركة البورصة اليوم، كيف تصفون الإيجابية علما أن معظم الأسواق الناشئة تستمر بالهبوط وبالتراجع؟ إلى أي حد هناك دعم اليوم للبورصة المصرية من مشتريات المستثمرين الأجانب أيضا؟ يعني هو السوق الحقيقه بقاله يعني كان 3 شهور تقريبا او اكتر شويه كمان كان بيتراجع في ظل الاداء الجيد نسبيا للاسواق العالميه وخاصه الاسواق الناشئه، فبالتالي مساله الارتباط هنا مش موجوده قوي، او يعني نقدر نقول ان البيتا متراجعه بشكل كبير في معامل الارتباط ما بيننا وما بين الاسواق اللي بره، خاصة ان التذبذبات بتاعتها ما هياش فيها حدة قوية جدا في التراجع او في الهبوط. دي الحركات دي او هذه النوعية من التحركات للاسواق هي اللي ممكن تكون بتسبب عدوى او بتنتقل الى الاسواق المجاورة. بشكل عام السوق النهارده كان بيتحرك بشكل عرضي، نعم، مائل للصعود نسبيا، ما زال السوق تحت مستوى 16000 نقطة، بيحصل نوع من الاكيوميليشن او التجميع عشان يخترق هذا المستوى لاعلى ومن ثم يستعيد اتجاهه الصاعد طويل الاجل مرة اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا لهذه المشاركة سيد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ومدير قسم البحوث في شركة أصول لتداول الأوراق المالية من القاهرة. شكرا. مستمرون معكم وفي الاقتصاد بعد قليل.